ولذلك إخواني وأخواتي، بالتأمل البسيط، بأدنى تأمل، نجد أن جرائم الحدود في شرع الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ثابتة بطريق القطع. واحد يقول إيش هي؟ معروفات القصاص، هنعتبرها جريمة حدية تساهلاً، لأنه في فرق بين جرائم الحدود وبين القصاص، فرق واحد هو على فكرة، هي عقوبات مقدرة والقصاص عقوبة مقدرة، قاتل يقتل، والله صحيح، لكن ليش القصاص بيعتبروه مش حداً عقوبة لحالة؟ يقول لك جرائم القصاص والحدود، تعرفوا ليه؟ لأنه القصاص لحق العبد، ومن هنا يجوز للعبد أن يسقطه ويعفو عنه، فمعروفة. أما جرائم الحدود واختلف فقط في القذف، هل هو حق للعبد ولا حق لله أو مختلط؟ جرائم الحدود حق لمن؟ لله. يعني بمعنى أنه ما ينفعش لو أنت أسقطت، يعني واحد لقدر الله اعتدى، إيه نفترض، إيه على واحد في عرضه زنا أو سرقة مال أو سرقة إيه، ما نقول أنا سمحته خلاص، أنت سمحته؟ إيه والحق العام، لا ما نسمحوش، إحنا نقطعه ونقطع يده، أنت حر تسامحه، بينك وبين الله إحنا ما بنسامحه، سامحوا في مالك، احنا ما بنسامحه، لأن هذه جرائم الحدود، واضح يا اخواني؟ والاصل ان جرائم الحدود لا تسقط بالتوبه، كويس انك تتوب بس لا نسقطها عنك، لان هذا هي حق عام، والله صحيح، توب بينك وبين الله، كويس انك تتوب لكن لا تسقط. على كل حال، فناتي الان الى جريمه القصاص في كتاب الله، ولكم في القصاص حياه، النفس بالنفس، والله صحيح، والعين بالعين، والجروح قصاص، كويس. اثنين، جريمه الحرابه في الايه 32 من سوره المائده، إنما جزاؤه في كتاب الله قطعي متوازر، قرآن كريم. جريمة السرقة، فاقطعوا أيديهما في المائدة في كتاب الله قطعي. جريمة الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل 100 جلدة، وهذا اعتقاد على فكرة، ما تقوليش رجم، وقلنا قبل هيك الرجم اليوم بنحله بنفس الطريقة هذه، جيب لي حديث رجم عزيز. ردوا علي ناس علماء أساس بارك الله فيهم، قالوا إيه متواتر، أنا بتحداهم إنه جيب لي، إثبت لي إنه عزيز، إثبت لي أن الرجم حديث عزيز. كفى كفى كذب على الأمة وضحك على الناس وإهدار لكتاب الله عز وجل، كتاب الله بين أيدينا نقتل نرجو في الناس، ما فيه، فقط جيب لي حديث عزيز في الرجم، عزيز أتحدى، روحوا خذ كلامها مني وروحوا فيها للعالم، عزيز اثنين عن كل من الاثنين اثنين وهكذا، ما فيه، ما في منه أحد، كله أحد معارض كتاب الله يا أخواني، شيء عجيب، هذه الشريعة عجيب، دخل في الإسلام تحريفات كثيرة مثل غيرنا وهدرنا كتاب الله. على كل حال، الله قال عز 100 جلدة، بعدين جريمة إيه أو حد ماذا؟ القذف، كم الله قال؟ في نفس السياق سورة النور 80 جلدة، يجلد إيه 80 جلدة، واحد يقول لي حد الخمر، ومين قال لك إنه حد؟ وين الخمر؟ في كتاب الله في إنه يجلد؟ ولذلك إلى اليوم الاختلاف في عقوبة إيه؟ الخمران السكران موجود عند الأمة، إذ اختلفوا هل النبي عزر فيه أو حد؟ طب إذا كان حد فيه فقديش كان الحد؟ اختلفوا كثيرا جدا جدا، والرأي المشهور أنه عزر ولم يحد، ولم صحيح، وأن الذين حدوا في الخمر الصحابة وليس إيه الرسول، وهل عندهم الحق أن يحدوا وتقول لي حد شرعي؟ لا ما عندهمش طبعا في الأخير، هذا تصرف إمامي، وينفع يجي واحد بعديهم يقول لا أنا بديش هيك، أنا بشوف نجلد 20 جلدة، أنا بشوف نسجنه، انغرموا ويحط أي شيء ثاني، هذا تصرف إمامي، ما عندهمش حق التشريع. ولذلك في البخاري ومسلم عن الإمام علي عليه السلام إيش قال؟ قال ما كنت مقيما حدا على أحد فيهلك فأجد في نفسي إلا ما كان من صاحب إيه الخمر، لأن رسول الله مات ولم يحد لنا فيه إيه شيئا، مصرح يا علي عليه السلام يصرح بهذا في البخاري ومسلم، قال لو أنا إيه أجلد واحد سكران 80 جلدة يموت أجد حرجا شديدا في نفسي، تعرفون ماذا قال؟ إلا وديته وأدفع ديته عشان أطلع من ذنبه، لأنه ما كانش في حد. واحد يقول الأمة الأربعة، الإمامنا الشافعي، إيش؟ روح اسأل الشافعي، اسأل فقيه الشافعي، يقول له الشافعي إيش قال في الأم عن الخمران؟ 40 جلدة قال، ما قالش 80، شيخ مذهبه 40، قال يوجد 40 جلدة، يوجد 40 جلدة، اختلفوا، لأنه ليس حداً هذا، وسبحان الله العظيم، شوفوا أنتم عاد، شوفوا القصاص، الحرابة، السرقة، الزنا، القذف، في جامع مشترك بينها كلها، شوفوا، مش موجود إيه في حد الردة، ولا موجود في حد إيه شارب الخمر. ايش هو؟ هذه الحدود تبعتهم بيحكوا عنها. الحدود الخمسة القرآنية. الجرائم الخمسة تشكل عدوانا سافرا مباشرا على مين؟ على الناس، مباشرة على حيواتهم، على حيواتهم، على أعراضهم، على أمنهم، على أموالهم. ومباشر، ديركت مباشرة هيك. مش ممكن يصير وممكن يؤدي إلى كذا. الخمران هذا يا أخي لو شهد عليه اثنان بأنه سكران في بيته واعترف يجلد صح؟ طب ليه؟ هذا بيرتكب محرم مثل سائر المعاصي وفي بيته. قال لأنه ممكن لو سكر ممكن يهذي ولو هذا يقذف. تعرف لو أنا بدي عندي كلام يعني
أعوذ بالله من كلمة أنا، أقول لهم يا سيدي لما يثبت عليه أنه قذف يجلد. مزبوط؟ إيش الكلام هذا يا أخي؟ طب ليش ما تقولوا السكران ممكن لما يسكر يفقد صوابه يقتل؟ إذا نقتله يا أخي بهالمنطق هذا، هذا ضعف القياس هنا حتى وإن قال به الصحابة، صح ولا لا؟ فما تقول ليش يقذف فنجد حد القاذف؟ أنا مش مقتنع بها بصراحة. والإمام علي حتى ما كانش مقتنع بها مع أنه هو اللي اقترحها في قول يعني، والله أعلم، قال لك لا في قلبي في شيء منه. إيه لأنه طيب الاحتمالات تجلد الناس أنت ولا مش صحيح؟ القصة، فهذا هو هذا الفرق بين هذه الأشياء وبين هذه الأشياء. فشوفوا أنتم حدود الإسلام اللي ما في اختلاف حولها بفضل الله تبارك وتعالى ثابتة بطريق ماذا؟ بطريق القطع. يعني مبدأ مشروعية العقاب متوفر فيها ولا غير متوفر؟ متوفر، منصوص عليها بكتاب الله، منصوص على تجريمها بكتاب الله، ومنصوص على عقوباتها بكتاب الله. هذا الذي نريد أن يتوفر في سائر ما يدعونه جرائم إيش؟ الحدود، أن تكون ثابتة بطريق القطع ثبوتاً أيها الإخوة ودلالة. وبعد ذلك في عنا في التنفيذ، في مقام التنفيذ لابد أيضاً يكون في شيء قريب من القطع أو غلبة ظن. ولذلك هم أصفقوا جميعاً بفضل الله واتفقوا على أن الحدود تدرى بماذا؟ تدرى بالشبهات.